وضع آخر. إيه أنت سألتني أنه هم يتحملون مسؤولية. مثلا سيد مقتدى الصدر، زين سيد مقتدى الصدر ما هو رجل المهمات الصعبة؟ مو أنت من تضايق وتختنق تعال تقول له ليش هم منو هسه كل الفصائل المسلحة كانت في جيش الإمام؟ هو أول من رفع راية المقاومة في العراق، زين، وأنا واحد من جنوده، من جنود السيد مقتدى طبعا أتشرف، هذا ابن الصدر، زين. وإحنا كنا إحنا صنعنا في مدرسة آل الصدر، وطلعنا كناس مجاهدين، وطلعنا للساحة وقاتلنا وتحت لواء، وكنا من نسمع سيد مقتدى الصدر علي فت شيء أو كذا، أو نعوف عوائلنا ونعوف ناسنا ونعوف الأول الأخضر واليابس. هذا عشق إلهي فرضته التضحية وفرضته الشهادة. وبعدين تجي أنت السيد مقتدى الصدر سيلة إعلامية والدمرة، وتروح تتفق مع إيران على تشكيل، يعني تفتيت جيش الإمام، تفتيت اتفق مع إيران السيد المالكي على هذا الموضوع. أكيد أكيد. ليش إيران من الأفضل إلها ومن الأحسن إلها أنه تدعم سيد مقتدى الصدر وتحافظ على وحدوية القيادة وكل الفصائل المسلحة تحت سيد مقتدى قضية الصدر. ولاية الفقيه أن أمريكا اتفقت مع إيران بأنها تخرج منافقي خلق من العراق، لكن مقابل هذا الفعل يردون عمل من إيران. شنو هو العمل؟ هو تحجيم سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر. دعم عزة. لو لم يكن هناك جيش المهدي ليتصدى للتكفيرين لما بقي شيعي من العراقيين في جانب الكرخ سنة 2006 و2007. هل تؤدي الحقيقة؟ هل تؤيد سياسة توازن الرعب دكتور؟ أنا ما أؤدي، لكن أنا أريد أن أبقى في بلدي وفي بيتي. لو إحنا ما كنا قاعدين هنا لو ما كان موجود جيش المهدي ليدافع ضد الإرهاب، عندما لم يكن الأمريكان ولا الحكومة العراقية في موقف يدافعون عن الشعب في هذه المنطقة. إحنا قاعدين على مسافة 200 متر من الإرهاب، كنا أعرف هذه الحقيقة. ولا تأتي بالشعارات لتقول لنا هذا وهذا. والحمد لله، الله يسدده ويحمي بحق محمد وآل محمد سماحة السيد مقتدى الصدر، إن شاء الله فيه الكفاية ويحمي راية آل الصدر، الأسرة الشهيدة، الأسرة المناضلة المجاهدة اللي ما في يوم من الأيام مات منهم أحد حتف أنفه، يظهر هي الشكل، يعني الحياة كل واحد وقدره وكل واحد وترتيبه. مو سيد موسى صدر خوي للعن ماكو يظهر حتى جثث ما إلهم، يعني ما مقسوم أن أحصل. تعرف صدري أبو صدر شيعي، القاعدة مالته شيعية، الفلوجة ما تنتخب التيار الصدري، ما تبايع التيار الصدري، اللي تبايعه النجف وكربلاء والبصر والمناطق الشيعية، هو دي يضحي بالمقاعد مالته. وحتى قلت له مرة المقتدى الصدر قال أنا لا يهمني سلطة، ولا كنت أريد الشيعة يأخذون سلطة ويتورطون بها إذا ما يكون مهيئين، ولا يهمني مقعد في مجلس النواب أكثر أو مقعد أقل. أكو حاجات مال الناس وحاجات مال البشر. العراق بهذا وضعه يجب أن يكون واحدا، ويجب أن يكون بلدا شبعانا وعدة حرية، وبتمني أي نتيجة كانت. بس أنا أقول لكم الأمور ما لها، ينبغي أن تنجز وهي وحدة أبناء محمد صدر. وأنا أعتقد أنه الشخص المؤهل الذي يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة بهذه المهمة الجليلة هو شخص السيد مقتدى الصدر عزه الله، لما يمتلك من مواصفات لم تلتقوا به في الأيام السابقة، لما يمتلك من مواصفات معينة مهمة. كما تعلمون أن هنالك حربا ذكية وهناك حرب عشوائية، نحن وفق نصيحة قائدنا السيد مقتدى الصدر سلمه الله نحن نتبع الطريقة الذكية في مقارعة المحتل، الطريقة العشوائية التي تؤدي إلى إبادتنا وبقاء هؤلاء الطغاة الذين يريدون أن يبنوا جيلا جديدا من الدكتاتورية على العراق أن يبقوا على مناصبهم أو يبقوا أن يحكموا العراق. أكد مراسل العربية في النجف أن قائد جيش المهدي السيد مقتدى الصدر أصيب في عدة أماكن من جسده، وأنه لم يعرف بعد ما إذا كانت إصابته خطيرة. وقال أنه أصيب عندما كان يدير المعارك في محيط مرقد الإمام علي في النجف. جيش المهدي والله ما صارت بالعراق حكومة ولا قعدت حكومة، ناس كانوا أشباح، الأمريكان دقت روسه للقاع، الكونغرس الأمريكي خلى صوبك مو سجل الميليشيات، إنما من صار تقول كان ما صارت حكومة لما جيش المهدي، شلون بالأمريكان والطائفية قاتلوا الأمريكان قتال الصحابة وخلوا الأمريكان الصيح للسماء. هذا سيد مقتدى لما انتهت جمت كل جيش المهدي.
أنقل لكم بالضبط ما يدور في المجتمع الإسلامي. هكا التونسيون السنة والجزائريين والمغاربة وأينما رحت يقول الحمد لله الذي وجد رجل مثل مقتدى الصدر، لولاه لما حكمنا على كل الشيعة بأنهم عملاء للأمريكان والعياذ بالله. إذن الولد الصالح الذي يتمثل في هذا البطل الذي عاند بجبروته وبكبريائه وبشجاعته الاستعمار والاحتلال الأمريكي في تلك الربوع، سبحانه وتعالى أن يعجل فرج وليه الكريم. وقلت السيد مقتدى عندما زرته قلت إن شاء الله تدفع أنت الراية إلى صاحب العصر والزمان. وفي الختام يا رب العالمين ادعونا ادعونا إن شاء الله يا شيخ، يا شيخ حسن إن شاء الله نشوفك عن قريب في العراق، حقيقة لك شعبية كبيرة بالعراق. السيد مقتدى الله يسلمك، السيد مقتدى سلم لي عليه كثير. إن شاء الله يوصل يا شيخ إن شاء الله. سلم على